لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زلنا مع قول الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. من فوائد تلك الآية النهيرة أن نعلم وأن نوقن عباد الله أن تقوى الله عز وجل هي مفتاح الخيرية في الدنيا والآخرة، وهذه من آكد ما ينبغي أن ننتبه لها من الفوائد، أن تقوى الله عز وجل خطوة مباركة على طريق الفلاح. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقال جل وعلا في معرض بيان كيف أن التقوى خطوة واسعة طيبة على طريق الفلاح، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. والتقوى عباد الله هي تلك الغاية العظمى التي خلقنا لأجلها. أول نداء في القرآن الكريم يدل على ذلك: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ولما كانت الحاجة إلى التقوى آكد وأخطر الحاجات، أكثر القرآن الكريم من الأمر بها والحث عليها وبيان فضلها. وهذه جملة نداءات ربانية تصب في ذلك. يقول الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد
واتقوا الله لعلكم تفلحون. اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال ابن مسعود رضي الله عنه في تأويلها: هي أن يطاع فلا يعصى، وأن يشكر فلا يكفر، وأن يذكر فلا ينسى. كم من آية نيرة أمرنا الله عز وجل فيها بتقواه، وهي وصية الله عز وجل للأولين والآخرين، ووصية الصفوة من خلقه عليهم الصلاة والسلام. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون. كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون. كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون. كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون. كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون. التقوى عباد الله وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ورد في الحديث: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وفي حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه لما قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. فأوصاهم عليه الصلاة والسلام بخير الوصايا وأنفع الوصايا وأبرك الوصايا قائلا: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. وهذه التقوى عباد الله ذكر العلماء في تعريفها والكشف عن مضمونها جملة أقوال مباركة، فمن ذلك قولهم: أصل التقوى أن تجعل بينك وبين عذاب الله عز وجل وقاية. وقالوا في تعريفها: أن تترك ما تهوى لما تخشى. وقالوا كذلك: التقوى الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والرضا بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل، وألا يراك حيث نهاك، وألا يفقدك حيث أمرك. وقالوا كذلك في تعريف تلك اللؤلؤة الغالية النفيسة: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. التقوى عباد الله هي الدرة المفقودة والغاية المنشودة، خير زاد وأصل الكرامة والعز في الأولى والآخرة، وأزين لباس. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، ولباس التقوى ذلك خير،
ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. إذا المرء لم يلبث ثيابا من التقى تقلب عريانا وإن كان كاسيا. وخير لباس المرء طاعة ربه، ولا خير في من كان لله عاصيا. تقوى الله عز وجل غاية عظمى سعى إليها وشمر لها عقلاء البشر وأذكياء العالم، وكيف لا وهي تاج الكرامة ومفتاح الولاية. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. تقوى الله عز وجل خطوة مباركة على طريق السعادة، ومن أعظم ما يعينك أخي على أن تخطو تلك الخطوة أن تشهد وأن تعلم أن الله عز وجل على كل شيء قدير، وأنه تعالى بكل شيء عليم، وهو السميع يرى ويسمع ما في الكون من سر ومن إعلان، ويرى خيانات العيون بلحظها، ويرى كذاك تقلب الأجفان. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. إن الله بكل شيء عليم. وأسروا قولكم أو اجهروا به، إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. فسبحانه من إله أقرب شهيد وأدنى حفيظ، حال دون النفوس وأخذ بالنواصي، سجل الآثار وكتب الآجال، سجل الآثار وكتب الآجال. فالقلوب له مفضية، والسر عنده علانية، والغيب لديه شهادة، وكل أحد إليه ملهوف. مما يعينك أخي كذلك على أن تلحق بركب المتقين أن تعلم أن آيات المأساوية والخواتيم الشؤم، وكيف أن المتالف والمهالك في تنكب صراط المتقين. وهذا ما رحمنا الله عز وجل به وبينه لنا، حيث قال تعالى: وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. وقارون وفرعون وهامان، ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. نسأله
جل في علاه أن يرزقنا وإياكم الهدى والتقى والعفاف والغنى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. ثم أما بعد، عباد الله، فتقوى الله تعالى صفقة العمر وأرباح ومكاسب وغنائم تلك الصفقة، تفوق الحصر وتتخطى وتتجاوز الخيال. فمن ذلك سعة الأرزاق وتفريج الكروب وتكفير الذنوب، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. من أرباح التقوى كذلك، عباد الله، الظفر بمحبة الله تعالى. وليس الشأن أن تحب الله، وإنما الشأن والتألق والإبداع أن يحبك الله. بلى، من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. تيسير العلم وفتح خزائنه ثمرة مباركة من ثمرات التقوى. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. والفرقان هو العلم والنور والبصيرة. من ثمرات التقوى كذلك، عباد الله، الظفر بتأييد الله عز وجل ومعيته. ومن كان الله معه فمن عليه، ومن كان الله عليه فمن معه. يقول الله جل الله: واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. البركة، عباد الله، التي شحت في زماننا، ومن ثم لم يعد شيء كافيا. سبيل استبدال واسترجاع تلك البركة المفقودة تحقيق تقوى الله تعالى. واقرأوا واسمعوا إن شئتم: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. من بركات التقوى كذلك، عباد الله، الحفظ من كيد ومكر الأعداء أين كانوا وكيفما كانوا. يقول الله تعالى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. حفظ الأبناء والذرية بركة من بركات التقوى. فحفظ الأبناء، عباد الله، يكون بتقوى الله تعالى. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. فإذا الحصانة الربانية ووثيقة التأمين الإلهية على الأبناء والأحفاد والذرية تكمن في تقوى الله تعالى. قبول الأعمال، دخول الجنان، النجاة من لفح جهنم، كل ذلك، عباد الله، معلق مرهون بتقوى الله تعالى. فإنما يتقبل الله من المتقين. وقد قال الله عز وجل في معرض بيان النجاة من جهنم: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا.
ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وقال تعالى مبينا مفتاح الجنة وبوابته العظمى: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. كانت هذه عباد الله جولة خاطفة وتصفح سريع لكتاب التقوى المبارك، فحري عباد الله أن نخطو سويا تلك الخطوة المباركة، وأن نتقي الله عز وجل حق التقوى. اتقوا الله حق التقوى، واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، واعلموا أنكم غدا بين يدي الله موقوفون، وبأعمالكم مجزيون، وعلى تفريطكم نادمون، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. رب أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا، رب اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك وهابين، لك مطواعين، لك مخبتين، إليك أواهين منيبين. رب تقبل توبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسدد سخائم صدورنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، وارفع الظلم عن المظلومين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم أمواتنا وأموات المسلمين، وسدد حاجة المحتاجين، واقض الدين عن المدينين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، وصلى الله على النبي، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.